قلي شو بدي اعمل هلا؟ ما معك ولا ساري حلو؟ عنا حفلة كبيرة ببيتنا، انا طلبت منك تجيب لي واحد حلو لانه عنا مناسبات كتير هالفترة وما عجبني شي. ليك اخي اسمعني، عنا مناسبات كتير وبعدين العرس كل هذا صار معنا بسرعة. كنت تسوقت براحتي مو اريح لراسي وكنت رح اشتري احلى ساري وكون احلى وحدة. ايه امي. اخي ورجيني ساري لهي البنت اللي جنبي. لا لا ستي، انا ما بقدر البس ساري. ليش ما فيكي تلبسيه؟ انا في حفلة ببيتنا ورح يجوا قرايبينا ورح يحتفلوا معنا ونكون كلنا سوا، لهيك انتي لازم تكوني لابسة شي حلو مميز كمان بنتي. ستي هذا ساري اللي رح تلبسه بنتي. ما بديها، خذوه. رح البس بدلة. اعملي شو ما بدك، انا شو دخلني. ليك مازن اتطلع بامك، ليك بدها تسبق حفيداتها حتى باللبس. ما بتصدق انه راسي عم يوجعني منها، كانت عم تسألني شو بدي البس؟ البس هاد ولا هاد احلى؟ شايف لساتها ما عم تقدر تقرر شو بدها تلبس على العرس. ليك فائز الاوسكار. ايه ما في داعي تجي تقاطعني ابدا، عم تفهم؟ ليه؟ انت ما بتعمل شغلك وبتضل قاعد وكمان بتزعج الناس اللي بيكونوا عم بيشتغلوا. خدي ساري إليك. رح ارجع بعد شوي، في شغل كتير بالمطبخ. روحي برجع.